الفنانة اللبنانية نانسي عجرم تحتفل بذكرى زواجها بصورة خاصة. إليكم التفاصيل. النجمة نانسي عجرم تتجاهل الشائعات التي تطال حياتها الزوجية، وتحرص في كل فرصة على نفي الأخبار التي تشير إلى أنها انفصلت عن زوجها الدكتور فادي الهاشم. فبعد صورهما العائلية اللطيفة في ديزني لاند في فرنسا، احتفلت النجمة اللبنانية أخيرا بذكرى عيد زواجهما من خلال صورة رومانسية ظهرت فيها بين أحضان زوجها خلال تواجدها في ديزني لاند. وظهرت نانسي بملابس كاجوال وزوجها يحتضنها من ظهرها، وكان يمشيان بلطف في الساحة لتنفي بذلك كل ما يتم تداوله حول علاقتهما. ورافقت الصورة الرومانسية بالتعليق كتبت فيه 15 عاما من الحب وما زلنا نمشي جنبا إلى جنب، وهناك الكثير من الخطوات التي سنمشيها معا. تفاعل الرواد التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع الصورة، وعبروا عن حبهم الكبير لنانسي وعائلتها اللطيفة، متمنين لها ولزوجها الدوام السعادة والحب والمزيد من السنوات معا.